قبل التقديم على استوديو الفن، نعم، كنت تحلم تشوف صورك على البانويات مثل نجوم كبار. نعم نعم. طيب اذا حضرتك فتت بدعايات زرع شعر، قبع شعر، عم تطلع على البانويات، ما بدها فن. خلينا بالفن بس. بس ما بدها فن. ما بدها فن. البانويات ما بدها فن. يا محلى زرعت الشعر قدام المطربين اللي عم نشوفهم. صحيح. انا بأيدك بهالشغله. وانت؟ انا بأيد كل شيء بتقوله. عم بينحفر كل شيء عم تقوله، عم سجل، عم تنحفر. ياي ياي يا حفاري احفر قبري وخلي طاقة للهوى، بكرة بيرجع محبوبي والام تي في انت الدواء. فظيع 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 فظيع. انت ما بتحكي؟ أنا هلا بدي أحكي. صار لك فترة بتقول إنه عندك ألبوم جاهز. أنا لا حطه زمان. بالجرور. لا ده أنت لك زمان سامع أخباري. نزل شلته من الجرور. أي جرور كان؟ جرور الكاسيت أو الفانيلات؟ لا بالقمصان. جرور القمصان. جرور القمصان. جرور القمصان. أوكي. هلا عم حضر إن شاء الله سينجل. أيوة. اثنين أو ثلاثة بس أنت. أنا سينجل؟ أنا طبعا. أه عم تحضر سينجل؟ يعني غنية أغاني. يعني مش ألبوم. سامعك شو عامل؟ شو مجد؟ أكيد لأول مرة؟ أرجوك هيدي سكوب. هيدي سكوب. يرخص الغالي بس كرمالك، تعرف حبيبي ما في غالي عليك، بالعتم لولا بتفقد خيالك، دقات قلبي بترقص حواليك. جديد جديد أيمن زبيب. بس عنا على رجوة ونجوة. بس جديد أيمن زبيب. عن جد بتعقدوا. أيمن أنا سمعت خبرية إنك ما بترتاح قدام الكاميرا وقت الفيديو الكليب. بس ما مبين. طيب ما تصور بكاميرا. بشو؟ تستعمل السليولير مثلا للفيديو كليب. إيه. إذا ما بترتاح قدام الكاميرا. ليه ما كنت بالتليفون؟ مش ما بحب صور. مش ما برتاح، في فرق. ليك ما أهضمك، ليك ما أحلاك. لأنه أنتوا الأساس. لانه انتوا اللي بتخلوا الواحد يكون مهضوم. وانا حبيتكم كثير لان معكم. كان على اساس عم يخلق ديو بينك وبين ناجي قصته. حضرتوا له، طبلتوا له، زمرتوا له، وحرقصتونا وما كنتوا تسمعونا اياه لهالديو. ليش؟ حدا منكم ما عاد فيه؟ لا والله بحبه كثير لناجي ورودولف، بس صدقيني ما في جواب لهال. بتصدق والغنية موجودة كمان. جواب عن مين؟ ما بعرف.